مساء الخير حبايبي، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله حبايبي الكل بخير. حبايبي اليوم الفيديو تبعتي انا صراحة راح اعمله للتجاعيد وللخطوط والمسامات الواسعة الكبيرة اللي بالوجه. ماس كمان هو يكافح الشيخوخة 100%. ماسك كتير حلو، المواد اللي جامعتها فيه مواد كلها تكافح التجاعيد، تكافح الشيخوخة، الوجه المبكرة. وصفة شو نقول كاملة مكملة، اتمنى انها تنال رضا الجميع. طبعا حبايبي قبل ما ابدي بالفيديو واشرح لكم على الفيديو لازم توسعوا صدركم الي، هاي اول اشي، لاني انا بشرح عشانكم. انا عندي بس شوية تعليق على اكثر من موضوع، انا مشكلتي ما قاعدة اتلاقى معاكم وجه بوجه، وانتو كمان بعذركم بهذا الموضوع، احنا عبر هذا التصوير قاعدين نكتب مع بعض. انا اسفه كتير على كل الخوات اللي كتبوا لي وما قدرت شو نقول اجاوبهم. انا حبايبي باليوم الي ساعه اقدر ادخل وشو نقول بعد عرض الفيديو ارد على الرسائل، فانتوا عارفين انا عندي مو فيديو واحد، اكثر من فيديو، فقاعد يصير عندي شلون تقول ما دلحق الصراحه. ويعني تعرفون انا كمان زيكم ست بيت وعندي واجبات، والله اولادي يعني صراحه تاسيس عربي لانهم هم كانوا عايشين بالمانيا، فكتير صعبه يعني محتاجيني صراحه. فهذا اللي اتمناه من عندكم انكم تتحملوني لحد ما الله يكمل على اولادي بكل خير. في كتير خوات بيناقشوني بنفس الماسك، بيقولوا لي مثلا بيصير نحط بدال كمثل بدال زيت الزيتون نحط جوز الهند. طيب انت وانا بعرض الفيديو بحكي مثلا اذا ما في هذا الزيت تقدرين تحطين هذا الزيت، اذا ما في مثلا نقول الحمص تقدرين تحطين عدس. يعني انا دائما قاعدة انطي شلون نقول انطي البديل. واكو خوات نوبات انا بلقيها مثلا كاتبت لي شغلة وانا بدخل على التعليقات بلقي مثلا اخت من الخوات مجاوبيها والقي جوابها بعين العقل، يعني هو هذا جوابي. زين، لانكم كلكم صراحه صرتوا فنانات وتغلبتوا علي، فانا بكون مطمنه انه اجاها جواب وبطلع لاني سريعه ما بكتب بطلع. فترجع تكتب لي مره ثانيه انت ليه الي ما بتجاوبيني؟ انا قاعده بشوف الجواب موجود وبحط لك قلب، يعني بحط لك اشي بين انا شفت، يعني عجبني الوضع، عجبني الكتابه. اوكي زين، انا نوبات لاني على السريع. خواتي الله يخليكم سامحوني، يعني هذا اللي انا حبيت اني بحكي لكم اياه. فنرجع على وصفتنا، وصفتنا لازاله الخطوط والمسامات الكبيره. زين، انا بعمل هذا الفيديو وكل فيديوهاتي وانتم شايفيني اكثر فيديوهاتي هي للتجاعيد ومكافحه الشيخوخه والمسامات الكبيره ولتبييض البشره، لاني انا زيكم ست واحب كل شيء اكون كامله مكمله. زين، في اخت او اخ كتب لي ما اعرف، روحي بيضي ايدك قبل ما تحكي. انا حبايبي انا ايدي سمراء ووجهي اسمر، زين، بس بشرتي كتير حلوه، مو لاني انا بحكي، انا اللي يشوفني بيحكي على بشرتي. الحمد لله وشكره مقتنعه كتير بسماري، لان سبحان رب العالمين يمكن لو خلقني بيضه على شو نقول على عيوني على شعري على هذا يمكن ما كان طلع هيك شكلي. فانا اشكر ربي اني خلاني سمراء، انا بحب سماري كتير. زين، وعلى فكره الجمال كل واحد جمال الروح كمان نرجع نقولها، والانسان لازم يتادب قبل ما يكتب. زين، اذا كنت شاب او كنت بنت كل واحد يرجع على البيئه اللي عاش فيها. انا ولا ممكن اغلط، ولا ممكن اغلط. انت شخصيا او انت شخصيا ما بتعرفين مين ام يوسف. زين، اللي شايفني ويعرفني يعرف مين ام يوسف. وانا الحمد لله والشكر ترى مو اختيارات زي ما بتتصورون، مره الحمد لله والشكر انا يعني وبفتخر بعمري، بكل عمر الى هيبته، انا عمري 46 سنه. زين، بس اللي يشوفني على فكره ما بيعطيني 36 سنه. زين، كتير اصلا ابني من يمشوا معي ما يقولون ابني، فالحمد لله والشكر انا الصراحه مقتنعه بحالي.
اليوم راح اعمل لكم هذا الفيديو والماس، وان شاء الله يكون يعني يعجب الجميع، وان شاء الله يكون برضا الجميع. هو هذا الماسك الصراحة انا كتير احب اعمله، وانا كتير احب الوصفات اللي بتكون متنوعة. انتو شايفين وصفاتي متنوعة، في خواتي كتير معلش اتحملوني، خواتي كتير بيكتبولي حرنا شو نستعمل ونستعمل. كل ماسكاتي اعرض لكم اياها بستعملها 100%، ايام احط 3 ماسكات و4 لوجي. لا تخافوا، ماسكاتنا كلش طبيعية، كتير طبيعي. اذا كانت الماسكات بيها اكثر من مادة كيميائية صحيح من حقك تخافين على بشرتك. فالماسكات تبعاتنا كلها تجميلية وكلها مواد من المطبخ وما فيها اي مواد كيميائية عشان نخاف على بشرتنا. زين، اليوم راح نستعمل بالوصفة تبعتي كتير كتبولي بزيت القطون، وين راح نستعمله؟ اليوم اجا وقته راح نستعمل زيت القطون، وكمان راح نستعمل زيت الافوكادو اللي احنا شو نقول سويناه بايدنا. طيب راح اعطيكم البديل عشان بتكونوا انتو قادرين. شو اسمه زيت القطون اللي ما عندها تقدر تستعمل زيت، يعني حطيكم كتير زيوت وانتو تقدرون تخلطوها عادي. زيت انا حطيكم هسه زيت القطون، زيت الافوكادو، فيتامين اي، اوميجا 3. زين اللي راح يستعمل انتو تقدروا تختاروا من كل اللي انا راح احكي 3 زيوت. انا شوفوا هسه حطيت بس اساسي الفيتامين اي او زيت الاوميجا 3، ذني اساسيات، ذول الاثنين اساسيات. راح نختار كمان واحد من عندهم، لو فيتامين اي لو الاوميجا 3 اساسيات، ذني لو الفيتامين اي لو الاوميجا 3 ذولا اساسيات. بالنسبة للزيوت اللي راح نختارها بدل ذول، هاي قلنا زيت القطون والفيتامين والافوكادو، تقدرون جوز الهند، تقدرون زيت اللوز، تقدرون زيت بذور الكتان، كمان تقدرون تستعمليه، تقدرين تستعملين زيت لبان الذكر. شوفوا ايش قد عدت لكم، زيت لبان الذكر، زيت جوز الهند، زيت اللوز، زيت بذور الكتان، تقدرون تستعملوها. هذين الزيوت بدل ذول تاخذوا بس 2 منهم، 2 ذولا بس 2 ذولا اساسيات، لو الاوميجا 3 او فيتامين اي، وكمان تقدروا اثنينهم يعني تحطوا كبسوله من هاي وكبسوله من هاي اذا حابين. طيب انا طولت عليكم واسفه كثير، بس ما بعرف ليش احب الغي معاكم كثير. حبايبي انتم اليوم طبعا هي زي ما حكيت لكم وصفتي، راح نحتاج 2 هيك من ال العفو 2 من الشاي الاخضر. بحالة عندك الفل اللي حل محلول تقدرين تخلين ملعقة اكل مسح، يعني هاي ملعقة الاكل تحطيه هيك مسح. طيب ملعقة اكل مسح، حتى لو زاد شوية ما راح يأثر. طبعا انا شو راح اسوي، هاي قدامكم، هاي 2 زي ما انتم شايفين الشاي الاخضر، ضروري جدا الشاي الاخضر بهاي الوصفة. هتقولوا لي شاي اسود، شاي احمر، شاي هذه، تقدرون تحطون النعنع بيصير بتخلوه، بس انا صراحه بحب الشاي له، يعني كبديل للشاي الاخضر النعنع الناشف. طيب بديل الشاي الاخضر النعنع الناشف اذا حابين، اذا ما عندكم، بس اذا الي تسالوني بفضل الشاي الاخضر، لاني انا بحب الشاي الاخضر على البشره كثير بحبه مغرمه فيه صراحه. راح نحتاج حبايبي هون لازم اخلط الصراحه الرز لحاله، لان احتمال احتاج من الرز. راح نحتاج شوفوا قديش، هاي ملعقه وهاي ملعقتين من الرز، انا راح اسويه كله بضبه مو مشكله. راح ناخذ رز ملعقتين ونطحنها، وبحالة عندك مطحون راح نحتاج ملعقة أكل من الرز المطحون. أنا لأني أرد أطحنه ما راح يروح عندي. طيب إذا ما عندكم رز مطحون اطحنوه هيك بإيدكم. طيب أنا راح أطحن هيك بإيدي، ما حابة أستعمل الرز المطحون، حابة أنا بطحنه بإيدي. ونحن
اللي حابه عادي لا تخافوا ما راح ياثر. تقدرون تستعملون الرز المطحون اللي عندكم بالبيت. طيب معلش انا دوشتكم اليوم. هسه زي ما انتم شايفين هذا الرز اها المطحون، هاي هذا الرز المطحون. هون انا شو راح احتاج؟ زي ما قلت لكم راح احتاج 2 كيس من الرز المطحون، 2 كيس العفو من الشاي، ملعقة من الرز المطحون. راح نحتاج كمان الى الحبة السوداء اللي هي حبة البركة، هي اللي تنحط الجبنة البيضة هون بعمان، بالنسبة احنا العراقيين نسميها شو اسمها الحبة السوداء هذه. طيب راح نحتاج ملعقة وسط، راح اطحنها قدامكم. هاي زي ما انتو شايفين انا راح اطحنها قدامكم. انا حبيت كل اشي اسوي قدامكم عشان تكون المعلومة واضحة. طيب انا هون طحنت ملعقة وسط من الحبة السوداء، شو راح اضيف معاها؟ انتو ذا كله مطحون ما في داعي، انا لان بدي كمان انا اعمل الرز. ملعقة كاملة من الرز، هاي ملعقة كاملة من الرز، واثنين الاكياس الشاي الاخضر. الشاي الاخضر لازم يكون ناعم كثير عشان ما في العود تبعته من تجي في الليل تجين العود تبعته، لان هم يسووه لدي للشرب راح يكون في هذا العود يجرح البشره تبعتك. فحاولي اطحنيه جيدا. ان شاء الله بكون هيك صورته كويس. اها هذا هو هسه زي ما انتم شايفين، اورجيكم اياها. هذا هو الخليط تبعتنا اللي هو عباره عن شو؟ عبارة عن شاي الأخضر والرز، شاي الأخضر والرز والحبة السوداء، عبارة عن شاي أخضر رز حبة سوداء، ملعقة من الرز المطحون، 2 كيس من الشاي الأخضر، ملعقة وسط من الحبة البركة. بعد يعني اخذناها هيك غير مطحونه وطحناها، لان من تطحن تطلع اكثر. طيب فاحنا ملعقه وسط من حبوب الحبه البركه، وبعد ما نطحنها اكيد راح تطلع اكثر. هيك طلعوا هذا كله مع بعض. طيب هون هسه شو راح نحتاج؟ راح نحتاج حبايبي الى حليب سائل البديل للبان الذكر و100% مفعوله قوي. الحليب السائل هني بقولكم ملعقتين حليب سائل او لبان الذكر، لبان الذكر ملعقتين اكل. انتو حسب خلينا نقول حسب ما انتو راح شو نقول يعني تبقوها قوامها، قوامها لازم يكون طبعا مدى تنفتح معي. ومبارح اصلقت معي وزوجي يفتح لي اياها ان شاء الله اكثر. ايوه ملعقتين اكل من لبان الذكر، ان شاء الله يكون واضح. اذا ما عندكم لبان الذكر راح تعملون الحليب يعني، واذا احتاج راح نحط. طيب هذا يبقى شوفوا طلعوا، اذا احتاج راح نخلي انا هون يعني. انتم تظلون هيك شو نقول عينكم ميزانكم، اذا احتاج خلوا. طبعا انا هنا انتوا اذا شايفين لبان الذكر عندي مو كتير ثقيل، لان شان شاربه من عند الصبح، فحطيت. حاولوا تطلعوا كميه اخذت اكثر. واذا صار معاكم شوفوا يعني شان داسلكم اياه، اذا طلع ثقيل زيدوا له حليب او لبان الذكر، طلع خفيف راح تضيفوا له شو؟ راح نضيف له راح نضيف لحبايبي الرز. زين هسه حبايبي لازم نحطه هيك بالميكروفيلا بس عشان شويه يدفى يتماسك مع بعض، فاستنوني حبايبي. وهي رجعت لكم حبايبي، طلعوا بس حطيته شويه بالميكروفيلا. هو المفروض يكون اللبان الذكر او
الحليب يكون شوية سخن. أنا نسيت صراحة عشان هيك، يعني لو كان شوية سخن ما كان أنا صار معي هذا كله. زين، هسه شو راح نحتاج؟ راح نحتاج حبايبي ملعقة أكل من زيت القطونة، هيكم زي ما انتم شايفين، ملعقة أكل من زيت القطونة، ملعقة أكل من زيت القطونة، وراح نحتاج حبايبي ملعقة أكل من زيت الأفوكادو. طبعا بحالك طلع معاكم جامد او شيء تزيدوا انتو مي، هاي وملعقة اكل. زين شوي هحط اكثر، يعني ملعقة ونص تقريبا من الافوكادو او اي زيت انتي عندك. زين انا بحب الافوكادو بهاي الوصفة، وراح نخلط، طلعوا راح نحاول نخلطها كلها هاي الزيوت مع بعض. لازم هسه اورجيكم شلون القوام انتو شايفيه كتير ثقيل، راح نحط له شوية مي من لبان الذكر او الحليب. انا صارت عندي الكمية كتير كثير كثيرة اكثر من شو نقول، تسووا زي المقادير اللي انا ذكرتها. طيب وانتوا هيك حاولوا، كل من حاولوا خلوه هيك زي الكريمي، انا اكيد راح اضل معاكم لحد ما نسويه كريمي. بس اشوفه سهل المد، تمام. رجعت لكم حبايبي، معلش قطع عندي حبايبي، كمان زدت له لبان الذكر او حليب زي ما بدك. لازم يكون القوام بعد، شوفوا طلعوا هيك. انا بالبدايه ذكرت لكم قلت لكم ملعقتين، بس انا المفروض ما بحكي ملعقتين، بحكي زي ما شلون نقول تحصلين على القوام، لانها مواد كلها تتشرب زي ما انتم شايفين. انا ما بدي القوام كثير جامد، طلعوا حورجيكم القوام شلون راح يصير زيه زي اي ماسك اللي احنا دائما هيك. اوكي 100%. فاللي حابه تقدر تقلل الكميه اللي انا سويتها، تسوي اقل، فمع انه هي هاي تكفيكي لمده 5 ايام. زين هيك زي ما انتم شايفين. طيب شو راح نضيف له هسه هذا الماسك؟ راح نضيف له حبايبي شغله كلش سهله وكلش بسيطه، هي راح نضيف الفيتامين الاي. انا بالنسبه لازم كبسولتين فيتامين اي، انا هون راح اضيف كبسوله من الاوميجا 3، واللي ما بتحب ريحتها بقول لكم ريحتها قويه بهاي الوصفه، اللي ما تحب ريحتها تبعد عنها وما بتحطها بهاي الوصفة، تقدر تحط الفيتامين اي، وعشان هيك انا قدرت فيتامين اي. انا راح احط كبسولة من الاوميجا 3، لان الاوميجا 3 مقاومة للتجاعيد، قوية جدا الصراحة للبشرة، وهاي فيتامين اي، انا راح احط من الاثنين هيك، وهاي الثانية. طبعا حبايبي زي ما قلت لكم المقادير ان شاء الله كلش واضحة، وفي اخت اكيد تكتب دايما عني وراح تكتب المقادير زي ما انا قلتها. ملعقة كبيرة من مطحون الرز، ملعقة من مطحون الرز، 2 كيس من الشاي الاخضر، وكمان ملعقة وسط من الحبة البركة او الحبة السوداء. طيب اللي تنحط على الجبنة حبايبي، بعدها حبايبي نحط عليها لبان الذكر او حليب لحد ما يصير هيك قوامها. نضيف لها ملعقة اكل من زيت الافوكادو،
ملعقة أكل من زيت القطونة، كبسولة 2 فيتامين إي أو من فيتامين من الأوميجا 3. بحالة حابة تحطين كبسولة من أوميجا 3 وكبسولة من فيتامين إي كمان بيصير. كله خلطتيه هيك مع بعض، بحالة أنت حطيتيه بالثلاجة ورجعت ماسك معاكي تقدرين تضيفي له ماء أو لبان الذكر زي ما أنت بدك. راح تاخذين هيك قليل من عنده وراح تحطيه نقول فوق على جوزك، وتاخذيه وتمديه هيك، طلعي هيك، تسويه كله هيك على بشرتك، تحاولي تخليه يتغلغل على البشرة. طبعا انا عشوائي قاعدة اسوي التدليك، انت كل وحدة تعرف، نقول حاجيكم شوية خطوة خطوة. هون هون الحنك تبعت هون، خلا ورجيكم هون الحنك تبعت هذه، انت تجي من جنب التوم وتطلعين لي فوق وهيك تدلكي تدلك فيه، خلي ينزل شوية من الحبيبات عادي، من يم الخدود ترفعين خدودك، من يم القص امبارح طلعتكم بالفيديو اللي سبق، وتظلين تدلكين. انا عشوائي تدليكي هسه تقريبا 3 دقائق، وبهذه شو اسمه تحت العين بكل البشرة. بس بحالة حبايبي اي شيء من هاي الوصفة تبعتي تتحسسون من عده، فرجاء حبايبي لا تعملوه، مع اني انا شايفتها ما فيها البن، يمكن اكو خوات يتحسسوا من الشاي الاخضر او الحبه السوداء. راح تظلين تدلكين، بعد ما تدلكي يعني هيك 3 دقائق بتجيبين طبقه هيك ثقيله وتحطيها هيك على بشرتك، وتسيبيها هيك يعني مش ثقيله هيك زين، وتسيبيها نقول اقل اشي فد نصف ساعه. بعد النصف ساعه بتجين كمان هيك بحركه دائريه بتطلعي كل هذا من وجهك وتخضين وجهك بس بالمي. راح تبقى رائحة السمك الأوميجا 3 لأنه ريحة سمك، أو إذا استعملتيه، وبحالة ما استعملتيه راح شلون حيظل بس الفيتامينات والزيوت. سيبيها هذه على وجهك، شلون نقول خليها على بشرتك لا تشيليها زين. بحالك حطيتي تبعت السمك تقدرين ورا هيك 10 دقائق تغسلين بشرتك عادي بالصابون، بس اذا حطيتي فيتامين اي تقدرين تسيبيه على بشرتك. تقدرين هذا اذا كنتي حاطه مكياج مثلا، يوم انت المغربيات حاطه مكياج بدك تغسلين تروحين على النوم، قبل ما تروحين على النوم تحطيه بنص ساعه، بعديها شو تسوين تغسليه وحيبقى الزيوت بوجهك وتروحين تنامين كأنه حتى مرطب ظل على الوجه تبعتك. هاي الوصفة حبايبي كتير حلوة للتجاعيد وكتير قوية للتجاعيد، انا متأكدة كل اخت راح تعملها راح تنال رضاتها 100%. وصفة صراحة كاملة مكملة كتير حلوة، مجموعة من شلون نقول المواد اللي استعملناها لتقاوم التجاعيد 100%، تحارب التجاعيد المبكرة. هيك حبايبي انا كملت الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتمنى من عندكم حبايبي انكم تزوروا قناتي، قناة مملكة الفنون اليدوية، فيها فيديو كتير حلو للجسم، اتمنى انكم تتابعوه، ومع السلامة.